الله يعطيك بالعافية في حلقة جديدة من ما لا تعرف عن كندا. كندا مشتهرة بأنها باردة جدا وتعتبر من أبرد دول العالم، حتى أن العاصمة الكندية أوتوا تعتبر لأكثر من سنة أبرد عاصمة في العالم. زي ما أنتم شايفين إحنا في نص إبريل، التلج لسه وراي ما داب. هذا لأنه كمية تساقط الثلوج كبيرة جدا في العاصمة وفي مدن كثيرة في كندا. طبعا مش كل كندا باردة، هلا في مدن زي مثلا فانكوفر وفيكتوريا الجو فيها معتدل، يعني درجة الحرارة باردة شوي بس مش زي أوتوا وكيبيك سيتي ومونتريال. هاي المدن توصل فيها درجات حرارة في الشتاء إلى 20 درجة، هذا المتوسط، أحيانا توصل لـ40 35 ناقص تحت الصفر. طبعا الحلو في كندا إنه في 4 فصول، يعني في فصل شتاء وخريف وصيف وربيع، لكن للأسف الفصول الستة هاي لها حوالي 6 أشهر من السنة، وفصل الشتاء لحاله حوالي 5 6 أشهر، فعشان هيك يعتبر فصل الشتاء طويل جدا في كندا. وهذا بحكي لك انه اكثر درجة حرارة سجلت او ابرد درجة حرارة سجلت على وجه الارض في كندا كانت في كندا في مقاطعة يوكون في مدينة اسمها سناغ في عام 1947 في فبراير، وهاي الدرجة كانت اكثر من 63 درجة مئوية تحت الصفر، تحت الصفر، وهذه تقريبا نفس درجة حرارة كوكب المريخ. أهلا وسهلا فيكم في البرد. الجو إن شاء الله راح يكون بالصيف حلو، لكن كندا وأهلها دائما مستعدين للثلوج والبرد، وعشان هيك إحنا بنحب البرد وبنحب التلج، يعني مش كتير. يلا نراكم في حلقة جاي ما لا تعرفوا عن كندا. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.